الملحدون شككوا في حقيقة السماوات السبع والأراضين السبع، وقالوا إنها ذكرت، يعني هذا الرقم ذكر في الأساطير القديمة. نعم. ونحن نقول دائما هذه ما تسمونها أساطير قديمة كان فيها شيء من أقوال الأنبياء السابقين، فليس كل شيء في التاريخ هو أساطير. نعم. يعني مثال على ذلك سيدنا نوح عليه السلام، أول من تحدث في الإعجاز العلمي سيدنا نوح. نعم. عندما قال، وهو من أولي العزم من الرسل. نعم. وهو نعم. من آلاف السنين. نعم. قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. ميز بين النور وبين السراج الملتهب. السراج هو الوقود الذي يشتعل فيبث الضوء والحرارة. نعم. هذا هو السراج، أداة فيها وقود زيت أو غير ذلك تبث الضوء والحرارة نتيجة الاشتعال، وهذا ما يحدث في الشمس. الشمس الذي يحدث فيها أن هناك داخل الشمس تحدث اندماجات نووية، تفاعلات نووية اندماجية تنتج عنها الحرارة والضوء، فهي سراج. نعم. بينما القمر هو جسم بارد فقط مهمته أن يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس يعكسه. نعم. لذلك سماه نورا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. إذن هذا الكلام معروف لدى الأقوام السابقة منذ زمن سيدنا نوح أن الله خلق سبع سماوات. نعم. إذن هذه ليست أساطير، وعندما ترد هذه العبارة في كتابات السابقين التاريخية فإننا نعتبرها حقيقة. الآن نأتي إلى الأرض. نعم. القرآن الكريم تحدث عن سبع طبقات للأرض. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. مثلهن في العدد وفي الطبقات، لأن الله يقول سبع سماوات طباقا في نعم. آية أخرى، أي طبقات بعضها فوق بعض. إذن كما أنك ترى أيها الإنسان هذه السماء عبارة عن طبقات وهي سبعة، فإن هذه الأرض التي نعيش عليها هي سبع طبقات. نعم. وهذه الآية أيضا كانت مثارا لتشكيك الملحدين، حيث قالوا قديما قبل عشرات السنين قبل هذه الاكتشافات. نعم. قالوا إن الأرض تتألف فقط من ثلاث طبقات: النواة والقشرة والوشاح فقط. نعم. وهذه كانت حدود المعرفة قديما في بدايات العصر الحديث. نعم. ولكن عندما تطور العلم وجدوا أن النواة ليست نواة واحدة، إنما هي نواة داخلية وخارجية، فاضطر العلماء لإضافة طبقة ثانية. نعم. ونرى بقى نشوف مع بعض هذا المقطع، يمكن أن نرى الفيديو ونعلق. نعم. نشوف مع بعض ودكتور يكمل تعليقه. نعم. كما نرى. نعم. كما نرى. أيوة بالضبط. نعم. هذه وكالة الجيولوجيا الأمريكية. نعم. USGS. تصنف طبقات الأرض إلى سبعة كما نرى، من القشرة الأرضية إلى الغلاف الصخري الطبقة الثانية، ثم ثلاث طبقات كما ترى اللون البرتقالي والأصفر. نعم. ونواة داخلية ونواة خارجية، المجموع سبعة. تمام. إذن هذه وكالة جيولوجيا أمريكية مثل وكالة ناسا. نعم. لديها مصداقية عالية. لا تنشر أي كلام، يؤكد العلماء في هذه الوكالة أن عدد طبقات الأرض هي سبعة. نعم. وهذه الصورة هنا نرى من الخارج القشرة الأرضية ثم الغلاف الصخري اثنان، ثلاثة وأربعة وخمسة طبقات الوشاح الثلاثة الأعلى والأوسط والأدنى، ثم رقم ستة النواة الخارجية. نعم. ورقم سبعة النواة الداخلية. وهي نواة صلبة ملتهبة تتألف في معظمها من الحديد. نعم. وهي التي تعطي المجال المغناطيسي للأرض أيضا. وهذه الصورة أيضا من موقع USGS وكالة الجيولوجيا الأمريكية. أي. كما نرى أمامنا
أي إنسان يستطيع أن يعد هذه الطبقات من الخارج. لدينا القشرة بحدود 100 كيلومتر، ثم الغلاف الصخري، ثم طبقات ملتهبة جدا، يعني باطن الأرض ملتهب. سبحان الله. ملتهب جدا، تبلغ درجة الحرارة آلاف الدرجات المئوية، والضغط ملايين الضغوط الجوية. يعني هو باطن كما نرى مظلم، باطن الأرض الطبقة السابعة مظلم، حرارة عالية، ضغط عالي، يستحيل لإنسان أن يصل إلى هذه الأعماق. نعم. ويستحيل أن إنسان أن يتخيل نفسه يعيش فيها. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم له تعبير دقيق. صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحديث. نعم. المتفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر، نعم، قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. كأنه دخل في هذا الظلام وهذه الحرارة العالية في الأرض السابعة، يطوق بهذه الأرض. تصور أي إنسان إذا كان الصخر في باطن الأرض يلتهب، الصخور تلتهب، فكيف بإنسان الله سيطوقه، يضعه كأنك تعيش في داخل هذه الطبقات السبعة في المركز، حيث الحرارة العالية والضغط العالي الذي يحطم أي شيء. حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. رواه البخاري. نعم. نعم. البخاري. نعم. نعم. ويثبت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته. لماذا؟ لأنه أشار إلى طبقات تطوق الإنسان، وهذا يرجح أن هناك أرض واحدة وليس سبعة كواكب كما ذهب بعض المفسرين أو المفكرين. نعم. إذا لدينا أرض واحدة، لدينا ملايين الكواكب ومليارات الكواكب شبيهة في الأرض، ولكن الأرض هي سبع طبقات. أشار إلى ذلك القرآن عندما قال: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا. أي سورة الملك. الله الذي خلق سبع سماوات طباقا. لا، ومن الأرض مثلهن. لا، الآية في سورة الملك. نعم. الله الذي خلق سبع سماوات طباقا في سورة الملك. دي آية رقم ثلاثة. نعم. في سورة الملك. الآية الأخرى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. سورة الطلاق. نعم. سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. طيب، من أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن طبقات الأرض سبعة؟ نعم. وكيف علم بأن العلماء سيختلفون كثيرا على عدد هذه الطبقات، ولكن في النتيجة سيصلون إلى رقم سبعة؟ لا سيما أن كل ذرة من ذرات الكون أيضا تتألف من سبع طبقات. هذه حقيقة علمية. وهنا القرآن الكريم سبق العلم الحديث والسنة. نعم. النبوية المطهرة. نعم. سبقت العلم الحديث. نعم. بهذه إشارة الحقيقة إلى العلمية. رقم سبعة. نعم. في طبقات الأرض وفي طبقات السماء. نحن لا نرى طبقات السماء، ولكن نستطيع أن نرى طبقات الذرة السبعة. كل ذرات الكون تتألف من سبع طبقات، حتى إن الرقم سبعة يدخل في حياتنا وفي عباداتنا. الطواف سبعة أشواط. نعم. الصلاة على سبعة أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وأشياء كثيرة يدخل فيها الرقم سبعة ليؤكد لك الله ماذا قالت تتمة الآية: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط. والآية الأخرى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيضا. نعم. من العجائب أيضا الدكتور. نعم. من عجائب القرآن التي تثبت صدق ما جاء فيه أن كلمة أن كلمة جهنم. نعم. تكررت 77 مرة من مضاعفات الرقم سبعة. ولو بحثنا عن عبارتي سبع سماوات، السماوات السبع، نجدها قد تكررت سبع مرات في القرآن كله. فسبحان خالق السماوات السبع والأراضين السبع. سبحان الله. جهنم لها سبعة أبواب. نعم. أيضا. آه. وذكرت في القرآن 77 مرة. نعم. والسماوات عددها سبعة وذكرت في القرآن 7 مرات. يعني ارتبط ذكر الرقم سبعة بالسماوات
في القرآن كله 7 مرات في 7 آيات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. يشهد هذا كله، يشهد على صدق نبوة وكلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.